اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل حامل للابر، طريقة سهلة وبسيطة لابر لدبابيس الشعر. الابر اللي بنحطها في الطرحة، الابر دي اكتر حاجة بتضيع. هنعملها حامل نشبكم فيه، سهل وبسيط. استخدم اي بواقي خيط عندنا. هعمل الدايرة السحرية، هشتغل سلسلة وهشتغل جوه الدايرة دي 10 غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. وهشد الخيط بالشكل ده كده، وهدخل في أول غرزة حشو واشتغل فيها غرزة منزلقة. معايا 10 غرز حشو. هرتفع السلسلة، هشتغل تزايد، هشتغل في كل غرزة حشو 2 غرزة حشو. واحد، نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة، واللي بعديها برضو بشتغل فيها 2 حشو، والغرزة اللي بعديها برضو بشتغل فيها 2 حشو، واللي بعديها بمشي في كل غرزة 2 حشو. في نهاية السطر ده هيكون معايا 20 غرزة حشو. هنعد الغرز مع بعض، هنلاقي معانا 20 غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. وهدخل في اول غرزة حشو وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هشتغل سلسلة وهشتغل في كل غرزة حشو، هعمل فوقيها غرزة حشو. في نهاية السطر ده برضو هيكون معايا 20 غرزة حشو. ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو بشتغل فوقيها غرزة حشو عادية. هكمل بنفس الطريقة، ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، وبوصل لنهاية السطر وبقفل بغرزة منزلقة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، واشتغل كمان 5 سطور ثابتين غير السطر ده، ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. وهرجع لكم تاني. فضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت ل5 سطور. يبقى كده عملت سطر فيه الدايرة السحرية واشتغلت 10 غرز حشو، وبعد كده اشتغلت سطر تزايد، وبعد كده ارتفعت 6 سطور ثابتين. دلوقتي هنعمل الغرزة السخرفية. هروح للغرزة، انا عندي فتلتين، فتلة امامية وفتلة خلفية. هشتغل في الفتلة الامامية اللي هي الفتلة اللي البرة. هروح عند اول غرزة حشو وهدخل في الفتلة الامامية وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهشتغل 4 غرزة نص عمود في نفس الغرزة كده. واحد، في نفس المكان هعمل كمان واحدة، وهشتغل كمان واحدة في نفس المكان كده 3. هدخل في نفس المكان واشتغل كمان غرزة كده 4، وهدخل في نفس الفتلة واعمل غرزة منزلقة. هروح برضو في الغرزة اللي بعديها في الفتلة الخلفية الامامية اللي هي هنا للبرة،
وهشتغل فيها غرزة حشو، هروح في الغرزة اللي بعديها وأعيد تاني في الفتلة برضو اللي برا، وهعمل غرزة منزلقة، وبعد كده هشتغل 4 غرزة نص عمود كده، 1 كده 2 كده 3 كده 4، في نفس المكان هشتغل غرزة منزلقة، هروح للغرزة اللي بعديها برضو في الفتلة اللي برا وهشتغل فيها غرزة حشو، يبقى غرزة بشتغل حشو وغرزة بشتغل فيها منزلقة، 4 نص عمود منزلقة، هروح للفراغ الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وفي نفس المكان بشتغل 4 غرزة نص عمود، 1 2 3 4، هشتغل منزلقة في نفس المكان، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو في الفتلة اللي لبرا برضو، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، هيتكون معايا انا عملت 3 هتبقى لي 7 في الغرزة الزخرفية اللي برا دي، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، واتكون معايا 10 بتلات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تكون معايا بالشكل ده كده. انا عملت قطعة تانية، عملت دايرة سحرية واشتغلت 10 غرز حشو، بعد كده اشتغلت تزايد في كل غرزة حشو، اشتغلت فيها 2 غرز حشو، دي اللي هقفل بيها القاعدة من تحت. بس قبل ما اقفلها انا دخلت الخيط الزياده جوه عادي، هملاها قطن فايبر او ممكن لو باقي خيوط عندك، فتحاولي تمليها فايبر على قد ما تقدري، بالشكل ده. بعد كده هنجيب إبرة التنظيف وهنجيب قطعة خيط من الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه، هنلضمها في إبرة التنظيف وهنحط القطعة دي على القطعة دي ونخيطهم في الفتلة اللي احنا سيبناها. احنا كنا سيبنا اللي هي الفتلة اللي جوه، هنخيط بالشكل ده كده، احنا معانا 20 غرزة، هنخيط 20 غرزة قدام 20 غرزة، كل غرزة قدام التانية، هكمل هخيطها، بعمل بخيط غرزة قدام غرزة وهرجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. خيطتها من تحت خياطة عادية بالإبرة التنظيف، تكون معايا بالشكل ده كده من تحت، غرزة قدام غرزة، تكون معايا بقى بحامل الإبر بالشكل ده كده، سهل وبسيط نشبك فيه الإبر بدل ما الإبر بتضيع. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.